you very much for your input, and we will meet next week to review the results. Any questions? Okay, thank you. صحيح يا مي، نازلة الانتخابات؟ لا ما اعرفش، دي اول انتخابات ليا بره مصر، فما اعرفش اروح فين او اعمل ايه. الموضوع سهل جدا، هقول لك. الانتخابات بتبقى 3 ايام من 9 الصبح ل 9 بالليل. بتروح السفارة او القنصلية المصرية في الدولة اللي انت فيها، ويكون معاكي بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية. أول ما توصلي رئيس اللجنة بيتأكد من بياناتك، بعدها هتمضي قدام اسمك وتستلمي ورقة التصويت، تروحي بيها للمكان المخصص للانتخاب، تعلمي على المرشح اللي اخترتيه وبتطبقي الورقة وتحطيها في الصندوق. هتروحي خلاص؟ طبعاً هروح. الانتخاب حق من حقوقك، بيكفله الدستور ويحميه القانون. أدي واجبك، احمي بلدك. الهيئة الوطنية للانتخابات. شارك، صوتك هيوصل.